تنجم قبل من 5 أشهر وتأتي اليوم للتنديد بالمسابقة التي تميزت بالاختلاس وبالقش ومقاطعة الجميع. نندد بهذه المسابقة ونطلب إلغاء الامتحان ونطالب بعدم لمس الرواتب في قرار 082 2016 ونطالب بمراجعة هذا النظام، كما أننا نطالب بمراجعة نظام الإسلاك ونطالب باكتتاب الممرضين، أزيد من 1200 ممرض اليوم مقابلة في الشوارع. نطالب الوزارة أن تكتتب هؤلاء، هذه الوقفة تأتي في إطار هذه الوقفات المستمرة. نحن نحمل الوزارة الحقيقة مسؤولية نزول أشخاص مسؤولين محترمين يخدمون بلدهم ويخففون من آلام الجميع إلى الشارع، وكذلك نندد بالتصرفات التعسفية، وكما تشاهدون في الشاشة الشرطة والأمن يقومون بقمع هؤلاء لمجرد أنهم يطالبون بزيادة العلاوات وبالاكتتاب وبإلغاء هذا الامتحان الفاشل وبعدم لمس الراتب. ونندد كذلك بتعامل الوزارة اللامسؤول، حيث أن هنالك عدة نقابات اليوم تقف لتندد بهذا وتدعم القضية العادلة للممرضين المقاطعين للامتحان والقابلات كذلك والفنيين. كل هذا الحقيقة أننا نندد بتصرفات الوزارة اللامسؤولة، ونطالب السلطات العليا أن تنظر في هذا وأن لا ترغمنا على خطوات تصعيدية أكثر. شكرا.